ومعنا الدكتور عبر الهاتف دكتور طارق شندمن، ناشط في حقوق الإنسان والمحامي في القانون الدولي. مرحبا بك دكتور طارق. بداية، العلاقات الإيرانية المغربية كانت متأرجحة دائما وميالة إلى القطيعة، كيف تفسر قرار المغرب وما مدى أحقية اتهاماتها لإيران وميليشيا حزب الله اللبنانية؟ أولا تحية لك وللسادة المشاهدين. تقوم به ميليشيا حزب الله يعني في الدول العربية هو أمر لا يقبله أي إنسان عاقل، وهو أمر ثابت في تعاطيها بالأعمال الإرهابية، سواء كان في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن، والآن ما شاهدناه وما سمعناه حقيقة من قبل الحكومة المغربية لم يسر استغرابي، باعتبار أن هذه الميليشيا تحاول أن تثير الرعب في كل البلدان العربية. إذا ثبت هذا الأمر فمن حق المغرب أن تتخذ هذه الإجراءات، باعتبار أن ميليشيا حزب الله الإرهابية هي أحد أزرع إيران الإرهابية في المنطقة العربية وفي العالم، وبالتالي لابد من وقفة صريحة وصحيحة للعرب جميعا في مواجهة ليس حزب الله فقط، وإنما مواجهة هذا الإرهاب الذي يضرب العمق العربي في كل مكان. هذه الميليشيا الإرهابية دائما تنفي أنها تقوم بأعمال إرهابية، وهذا دأب المجرم ينفي إجرامه. هي قتلت رئيس حكومة لبنان، هي قتلت خيرة زعماء لبنان من نواب ووزراء وشخصيات، هي شاركت في الحرب السورية وذبحت الشعب السوري، وهذا ثابت وأكيد ولا يحتاج اثنين للخلاف عليه. هم شاركوا في الأعمال الإرهابية ودربوا ميليشيات عراقية، هم شاركوا في الأعمال الإرهابية في اليمن ضد الشعب اليمني ودعموا ميليشيا الحوثي الإرهابية. هذا الأمر ليس بغريب عن ميليشيا حزب الله الإرهابية التي ما زالت حتى هذه اللحظة ترتكب جرائم بحق الشعب السوري، وبالتالي أنا أميل إلى تصديق الرواية المغربية. هي دولة رسمية لها أجهزتها، وعلى المجتمع الدولي أن يأخذ قرار جاد في محاربة تلك الميليشيا الإرهابية. إذن إيران تطمح ليكون لها ذراع في أفريقيا كما الحال في الشرق الوطن العربي، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر دعم جبهة البوليساريو في زعزعة استقرار المغرب وتأجيج الخلافات بين دول المنطقة على غرار ما يحدث في اليمن ولبنان وسوريا والعراق؟ نعم، يعني كل الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيات هي تحاول من خلالها زرع الفتن داخل المجتمعات العربية. ما دخل ميليشيا حزب الله أن تذهب، أو ما دخل إيران بالأحرى أن تذهب إلى المغرب العربي، والمغرب العربي هو اسمه عربي، وبالتالي إيران تحاول زعزعة تلك استقرار تلك الدول، تحاول أن تقول للعالم أن لديها ميليشيات تحاول الضرب والتخريف في كل مكان. وأنا هنا لابد أن أؤكد أن عمليات الإرهابية التي قامت بها داعش في أوروبا هي من صناعة هذه الميليشيات التي تستعمل اسم داعش وغير داعش. وبالتالي نعود إلى موضوع المغرب العربي. إيران تحاول منذ فترة طويلة الدخول إلى السوق، كما يقال في الدارج، إلى السوق العربية أو السوق الأفريقية من خلال عملية التشيع، والآن يستعملون الميليشيات لدعم جبهات الانفصال لزعزعة الاستقرار في البلد آمن. وبالتالي أعتقد أنه على العرب أن يعوا تماما، وعلى المسلمين جميعا أن يعوا ويعرفوا أنه لابد من مواجهة حقيقية مع إيران لإسقاط تلك الميليشيا ولإسقاط ذلك الإرهاب. ولكن إيران نفت هذا التدخل. على العموم، كيف يمكن أن يؤثر قرار المغرب قطع العلاقات مع إيران في توحيد موقف عربي لمواجهة هذا المد الإيراني تحت بند تصدير الثورة، خصوصا مع تأييد دول الخليج العربي هذه الخطوة المغربية؟ طبيعي جدا يعني أن تنفي إيران وأن ينفي حزب الله. فهناك مثل شائع قالوا للسارق احلف فقال جاء الفرج، ولكن ما نشهده هو ثبوت ارتكاب تلك الميليشيات وارتكاب إيران لأعمالها الإجرامية في العالم وفي العالم العربي بالذات. ولكن أنا أحيي القرار المغربي، هو قرار جريء. لابد أن يتخذه كل الدول العربية وأن يحزو حزو المغرب، لأنها استطاعت أن تأخذ هذا القرار لمواجهة حاسمة مع دولة إيران، لأنها تعرف أن إيران هي ميليشيا تقوم بتأدية واجب إرهابي تطلبه منها دولة، أن حزب الله هي ميليشيا إرهابية يقوم بواجب إرهابي تطلبه منها دولة إيران. وعلى العرب أن يتضامنوا مع المغرب وأن يقفوا معه، وعلى العرب أن يقولوا أنه لا مجال بعد الآن لهذا الإرهاب،
وأن يعلنوا تأييدهم لهذه الخطوة، وأن يسحبوا سفراءهم من إيران، وأن يطردوا السفراء الإيرانيين، وأن يحاصروا إيران كما يحاصرون بعض الدول الأخرى، وأن يعملوا إلى عملية مصالحة بين الدول العربية لإنهاء التشرذم العربي وخاصة التشرذم الخليجي حتى نكون يدا واحدة. وهنا لابد أن نحيي كذلك موقف دول الخليج جميعا الذين وقفوا مع الموقف المغربي. من اسطنبول هاتفيا دكتور طارق شندب المحامي في القانون الدولي، شكرا جزيلا لك.